مش تاخد لوب ده جرام لما نيجي نرسمه نرسم حاجه بالشكل ده وبنقول ان له مجموعه من الانبوت وله مجموعه من الاوتبوت ولو شويه كنترول لاينز بتتحكم فيه. فال ده مثلا شكل من اشكال الريجستر بنرسمه بالشكل ده. واضح ان الانبوتس ما هوش انبوت واحد ولكن مجموع الانبوتس، عشان كده السهم اللي فوق مرسوم سهم تخين. طيب هعرف كم بيت ازاي؟ بنحط سلاش على السهم ونكتب عدد البيتس اللي موجوده في السهم. يعني لو حطينا كده 8 يبقى ده معناها ان الريجستر ده بيخش له 8 انبوتس بيطلع منه 8 اوتبوتس وبيبقى قادر على تخزين الفاليو بتاع 8 بيتس. اوكي؟ يعني ايه اللي بيتخزن جواه؟ زي ما قلنا 8 بيتس. شوية أرقام على حسب الفاليوز بتاعت البيتس اللي أنا حاططها. طيب مكون من إيه من جوه؟ لو خدنا الريجستر ده وكبرناه وبصينا عليه من الداخل هنلاقي مكون من مجموعة فليب فلوبس. أوكي؟ ممكن يبقى أي نوع من أنواع الفليب فلوبس، دي أر إس كيو، دي أر إس جي كي، أي حاجة من الأنواع اللي إحنا درسناها. وبيبقى الاوتبوت بتاعته هي دي اللي احنا بنشوفها خارجه من هنا. تمام؟ الانبوتس داخله منين؟ تبقى داخله هو مثلا دي تايب فليب فلوب، يبقى هيبقى الانبوتس دي داخله على الدي انبوت ودي اللي بنشوفها داخله من فوق. الا لما يجي ايه؟ ايدج على الفلوب، وبالتالي كل الفليب فلوبس اللي بيبقى لها الكلوك بتاعتها وكلهم واصلين على كلوك انبوت بيبقى كومن لكل الفليب فلوبس، وبالتالي لما يحصل ايدج كل الثمانيه بيتس بيدخلوا وبيتخزنوا في نفس الوقت. خلاص ان هم دخلوا خلاص بيبقوا ظاهرين على الاول وابدا اتفرج عليهم. فأدي شكل بأبسط أنواع الريجسترز اللي هو بيبقى له إيه وعوض، طبعا لازم تلاقي كلوك هنا نرسمها بالشكل ده. طيب أحيانا طبعا ليه بناخد الريجستر؟ لأن لما ناخد البروسيسور بعد كده في الترم الثاني هتلاقوها مليانة ريجستر، فيها ريجستر كتير قوي بنستخدمها في استخدامات كتير. أحد الاستخدامات إن أنا أحيانا بحب أعمل كلير للريجستر. يعني إيه كلير؟ يعني أحطه في كل صفاتي قبل ما ابدا استخدمه. فلو تفتكروا احنا خدنا قبل كده ان الفليب فلوب لها انبوت مخصوص اسمه كلير دايركت، اللي هو يوم بيبقى بواحد الفليب فلوب بتتصفر بيبقى فيها صفر، وبالتالي الريجستر بيبقى له حاجه اسمها كلير. لو اكتف يعني ايه اكتف؟ يعني لو عليها الفاليو واحد في الحاله دي بتعمل كليرنج للريجستر. يعني ايه كليرنج؟ يعني بحط صفار في كل البيتس. احيانا بحب انشلايز الفاليو بتاع الريجستر قبل ما ابدا استخدمه. طب الكلير ده بيبقى واصل على ايه؟ احنا عندنا خدنا قبل كده ان الفليب فلوب ممكن يبقى لها حاجه اسمها كلير دايركت، حاجه اسمها سيت دايركت. لو تفتكروا الكلام ده كلير دايركت لو وصلناه سي دي الكلام ده كله. ففي اي سؤال؟ اتفضل.
one of the inputs of the flip-flops. اوكي الحالة دي بيحصل يعني بيحصل كومبينيشن ما بينهم يعني انت في الاخر بتشوف 8 بس داخلين انترنالي بقى كمان ازاي لو انت بتستعمل جي كي فلي فلوب احنا هنقول لو عايزين نحط واحد يبقى بنحط واحد على جي عايزين نحط زيرو نحط زيرو على نحط واحد على كين فبنعمل بالشكل ده وانت بتبقى شايف ده بس من بره يا اما بتحط واحد يحصل له سيتنج يا اما بتحط زيرو يحصل له ري سيتنج انت ما بتبقاش شايف اللي بيحصل جوه يعني انت في النهايه شايف خط واحد انترنالي بتتعامل مع الخط ده عشان تخلي جي كي تشتغل از دي كي بالظبط يعني عدد الانبوتس اللي هنا بيساوي عدد الفليك فلوبس اللي موجود عندك تمام طيب يبقى ثانية واحدة نشوف عمل المدرب لو في مايك تاني يجيبولي أول نوع من أنواع اليوزر اسمه بارل انترنت هل هي نوع أخرى أو قلنا في حاجة اسمها زي كتير سيريال أوت عامل إزاي؟ سيريال أوت هل يشتغل ده بيبقى له مش 8 انبوت يبقى له انبوت واحد بس زيرو
طيب يبقى دلوقتي بعد الاتش الاولاني الموقف بقى عامل كده بقى الفري فلوكس دي مخزنه واحد زيرو زيرو واحد تمام؟ طيب نكتبهم دول بقى ده الوضع الحالي اوكي بعد الفيرست كلوك ايدج بقى الوضع عامل كده يبقى مش اللي كان عندنا اربع اصفار جوه الفليب فلوب دلوقتي بقى عندنا واحد ثلاث اصفار جيت حطيت واحد كمان وجالي كلوك ايدج جديد مع هذا الكلوك ايدج الجديد كل واحده شايفه كام؟ دي شايفه كام على الانبوت بتاعها؟ شايفه زيرو فهتاخد زيرو جديد ودي شايفه زيرو هتاخد زيرو جديد ودي شايفه واحد فهتاخد واحد ودي شايفه واحد فهتاخد واحد تمام يبقى الوضع الجديد ان بعد السكند بلوك ايدج بقى عندي جوه الريجستر 1100 اوكي يبقى الوضع دي خلاص هتبقى موجوده عندي هنا يبقى ده الوضع الجديد جيت حطيت زيرو وجالي اتش بي ايه اللي هيحصل؟ برضه هنعمل نفس السيناريو كل واحده هتشوف ايه اللي داخل لها ساعه اتش دي كانت شايفه زيرو فهيجي لها زيرو دي شايفه واحد هيجي لها واحد دي كانت شايفه واحد جايبها من هنا فهيجي لها واحد ودي شايفه زيرو فهيجي لها زيرو فاحنا ناخد بالنا ايه؟ انا في الاول كنت حاطط واحد وبعدين حاطط واحد وبعدين حاطط زيرو دخلوا جوه الريجستر بالتربيه بقى الموقف الجديد 0 1 1 0 فده بنسميه سيريال ان سيريال اوت يعني بدخلوا الانبوتس على سلكه واحده بس عشان كده بنسميها سيريال وباخد الاوت من الناحيه الثانيه برضه بيت باي بيت عشان كده بنسميها سيريال اوت احيانا مسمى اخر هو شيفت ريجستر لان الانبوت اللي داخل بيحصل شيفت مع كل لوك سايكل ده نوع ثاني من انواع الريجستر ده بيشيفت رايت ولا بيشيفت ليفت؟ بيشيفت رايت ممكن يبقى نفس الريجستر بيشيفت ليفت نغير التوصيله الداخليه بتاعته لو انا عاوز يشيفت ليفت يبقى الانبوت هيدخل من الناحيه الثانيه يبقى هيبقى عامل كده ده اسمه شيفت رايت لو عاوزين نعمل واحد شيفت ليفت يبقى عامل ازاي؟ كده الانبوت هدخله من الفليب فلوب ده هو يبقى ده الانبوت الاكسترنال اللي جاي لي تمام وبعدين الاوتبوت بتاع دي بيسلم اللي قبله كل واحد بيسلم اللي قبله وبالتالي الاوتبوت ده الكيو هنا تبقى داخله على اللي قبلها اوكي والكيو بتاع ده هتبقى داخله على الايفو بتاع اللي قبلها والكيو بتاع ده هتبقى داخله على الايفو بتاع اللي قبلها والاوت بتاخده منين؟ باخده من الاخر في الفلوب يبقى هو ده الاوت بتاع الكيو اللي انا بشوفه بقى طبعا البلوك اتش بيدخل عليهم كلهم من نفس البلوك فده بنسميه برضه شيفت ريجستر بس دي شيفت لازم ان بيدخل الانبوت من على اخر بيت خالص ومع كل بلوك اتش كل واحد بيدي اللي قبله معناها ان الداتا بتتحرك ناحيه الشمال فبنسميه شيفت لازم ريجستر اوكي طيب هل ممكن نعمل ريجستر ينفع يشتغل شيفت ليفت وشيفت رايت في نفس الوقت؟ عن طريق كنترول لاين يعني انا بتحكم فيه احيانا يشتغل ليفت واحيانا يشتغل رايت اكيد ينفع مفيش حاجه ما تنفعش عاوزين نعمل ريجستر جينيريك ممكن يشتغل
شيفت ليفت او شيفت رايت عن طريق كنترول سيجنال انا اللي بديها له. حطيتها له مثلا في واحد اشتغل رايت حطيتها له في اشتغل. طيب نعملها ازاي؟ تعالوا نفكر مع بعض. ادي الاربعه فليب فلوبس اللي عندي. احنا عاوزين نشتغل يا رايت يا ليفت مش كده؟ تفرق في ايه؟ تفرق ان الانبوت اللي جاي عند الفليب فلوب دي لو هو شغال شيفت رايت هيبقى جاي من الاكسترنال انبوت، لو هو شغال شيفت ليفت هيبقى جاي من البيت اللي قبله. يبقى احنا عندنا احتماليه دي ممكن تاخد من سكتين مختلفتين وانا عاوز اختار واحده فيهم. ايه الحاجه اللي بتساعدني لما يبقى عندي اختيارات اختار واحد؟ لا مش ديكودر. نعم لا مش اكس اور برضه مالتيبلكسر. تمام المالتيبلكسر بيبقى عندي أربعة إنبوتس باخد واحد أو اثنين إنبوتس باخد واحد على حسب السلكتور اللي أنا بحطه. هنحط هنا مالتيبلكسر. طالما عايز السلكت بقول بستخدم مالتيبلكسر. يا إما هياخد من الإكسترنال إنبوت أوكي، يا إما هياخد ده لو كنا عاوزين نحرك الداتا في السكة دي أو لو عاوزين نحركها في الناحية دي يبقى هياخد من الأوتبوت بتاع الفليب فلوب اللي قبله. يبقى دي اول فليب فلوب. الفليب فلوب دي الانبوت بتاعها ممكن يجي منين او فين؟ لو احنا شغالين شيفت رايت هيجي من هنا، لو شغالين شيفت ليفت هيبقى جاي من اللي قبلها. فبرضه نفس الحكايه هنحط هنا مالتيبلكسر 2 تو 1 يا اما بياخد من ده لو احنا شغالين شيفت رايت او هياخد من اللي قبله لو احنا شغالين شيفت ليفت. يبقى ناخد الكيو دي نوصلها على الانبوت بتاع مالتيبلكسر. تمام دي فلوب دي يا اما هتاخد من اللي قبليها لو احنا شغالين شيفت رايت او هتاخد من اللي بعديها لو شغالين شيفت ليفت. وبرده نفس الحكايه مالتيبلكسر يا اما بياخد من هنا او بياخد من دي. واخر واحده نفس الحكايه الانبوت بتاعها يا اما جاي من اللي قبليها يا اما جاي الاكسترنال انبوت اللي جاي من بره. في حد هنا عاوز يسال؟ نعم؟ اوكي المشكله ان انا عندي اربعه كومبوننتس تمام؟ عاوز احرك الداتا في الاتجاه ده. طب احركها في الاتجاه ده يبقى دي هتاخد انبوت من هنا. ودي هتاخد انبوت من اللي قبلها ودي هتاخد انبوت من اللي قبلها. اوكي ده لو بشيفت رايت. لو بشيفت ليفت دي هتاخد انبوت من ده يبقى دي هيجي لها انبوت من هنا ودي هيجي لها انبوت من هنا ودي هتدي الانبوت بتاعها هنا. يبقى اذا في اثنين انبوتس داخلين وانا محتاج اختار واحد فيهم. سواء عاوز اعمل شيفت رايت يبقى اختار اللي جاي من الناحيه دي عشان الداتا تمشي كده، لو عاوز اعمل شيفت ليفت يبقى اختار اللي جاي اللي بعدها عشان الداتا تمشي. فكل فليب فلوب لها احتمالين للايه؟ على حسب انا هشغله في البورد بتاع شيفت رايت ولا شيفت ليفت. تمام؟ فده اللي عملناه، طالما احتمالين انا عاوز اختار واحد فيهم بستخدم الكتاب. طيب فين الكنترول بتاعنا؟ طيب الكنترول بتاعنا اللي هو السيلكت ده لو اخترته بزيرو هتشتغل ايه؟ هيختار السلكشن الاولاني ده. تمام؟ هيختار السلكشن الاولاني ده يبقى ده ايه؟ باخد دايما من اللي بعدي يبقى ده شيفت ليفت. اوكي؟ يبقى الكنترول ده هنكتب عليه كده كنترول. لو بواحد هيختار مين؟ هيختار ده.
اختار ده اختار ده يبقى ده شيفت رايت واحد معناها شيفت رايت زيرو معناها شيفت ليفت وعن طريق الكنترول سيجنال دي انا بتحكم طريقة عمل الريجستر هيشتغل شيفت رايت طيب حاجه كمان انا مش عاوز اشوف اثنين انبوتس مش عاوز اشوف اثنين اوتبوتس عاوز اشوف انبوت واحد اوتبوت واحد طيب الانبوت اللي انا هستخدمه أنا إما عاوز أدخل إيه من الناحية دي أو أدخله من الناحية دي نفكر مع بعض أنا عاوز في النهاية يبقى عندي بلوك كده البلوك ده له حاجة اسمها إنبوت لو إحنا شغالين شيفت رايت هيخش على أول بيت ناحية الشمال لو إحنا شغالين شيفت ليفت هيخش من الناحية دي يبقى الإنبوت ده عاوز يروح لسكتين يا إما السكة دي أو السكة دي اعمل ايه علشان عن طريق كنترول لاين اودي الانبوت ده نسمع الاجابات كلها او الاقتراحات انا في النهايه عاوز الانبوت ده اسميه انبوت ماستر انبوت ماستر يا اما يوصل هنا او يوصل هنا في ناس بتقول ديكودر في اقتراحات اخرى هسمع الاقتراحات كلها ونناقشها كلها مع بعض ايه المشكله لو وصلنا الانبوت في السكتين طيب نفكر فيها مع بعض برضه يبقى في ادي احتمال بيقول نوصل الانبوت مع بعض الاحتمال الثاني ابسط حل هو الحل اللي قبل ده هوصل الانبوت مع بعض مش كده انا جايلي انبوت اكسترنال يعني هوصله يا هنا يا هنا انا جايلي انبوت لو انا شغال شيفت رايت هيخش من الناحيه دي لو انا شغال شيفت ليفت هلاقي ايه دخل ويبقى ده هو الكتير يبقى هيدخل من ناحيته يبقى هو انبوت وحيد فعلا وعلى حسب انا شغال في انهي مود رايت ولا ليفت بيدخل او بيستخدم الاستخدام المناسب له طيب ده بالنسبه للشيفت ريجستر يبقى تاني لو بصينا على الشيفت ريجستر هنلاقي ان له انبوت والاوتبوت طيب الاوتبوت هاخده منين انا لسه ما رسمتش اوتبوت هنا في الرسمه دي هاخد الاوتبوت منين لو احنا شغالين شيفت رايت باخد الاوتبوت ده اللي بطلعه بره لو شغالين شيفت ليفت باخد الاوت ده اللي بطلعه بره بنعمل ايه بالضبط انا هختار واحد من الاوتبوت يا اما باخد الاوت ده لما تختار على طول يبقى مخك يروح ناحيه المالتيبلكس بختار يا ده هاخده يا اما ده هاخده لو انا بشغل شيفت رايت او هاخد الاوت ده لو انا شغال شيفت يبقى بقول يا ده يبقى معناها نيجي هنا ونيجي هنا الاوت ده ماشي معايا اهو هاخده من هنا اقرب ندخلهم على مالتيبلكسر بنفس الكنترول لاين اللي احنا مستعملينه هنا اختار واحد من الاوتبوتس على حسب انا شغال شيفت ليفت ولا لا يبقى ده شكل الريجستر بتاعي لو سنجل انبوت لو سنجل اوتبوت لو كلوك ولو كنترول بيتحكم اذا كنت هعمل شيفت رايت ولا شيفت ليفت ده المنظر من الخارج لو حطيت ده كله في صندوق مش هلاقي غير الانبوت والاوتبوت والكلوك والكنترول كلوك انا مش رسمها هنا بس يعني عارفين انها موجوده يا جماعة يبقى سيريال ان سيريال اوت او يسمى شيفت ريجستر شيفت ريجستر ده بقى له استخدامات كتير قوي هقول لكم على استخدام منهم مهم هيسهل عليكم الحياة جدا المسائل اللي بنعملها قبل كده بطريقة طيبة اي سؤال؟ مسائل السيكونس ديتيل
اخر حاجه انا عايز الاوتبوت، عايز الاوتبوت اخده يا اما من الفري فلوب دي لو انا شغال شيفت رايت، او من الفري فلوب دي لو انا شغال شيفت ليفت. فانا بختار واحد منهم على حسب المود بتاعي. تمام. طب لو شغالين شيفت رايت يبقى عاوزه اخده من هنا، يبقى ده يخش على الانبوت نمره واحد بتاع المولتيبلكس. زي ما احنا مكتبين هنا شيفت رايت كان بيبقى على الانبوت نمره واحد، شيفت ليفت شغال على الانبوت نمره زيرو. يبقى لو شيفت رايت انا عاوز اخد الاوتبوت ده، اخدت الاوتبوت ده اهو ودخلته على المولتيبلكسر على نمره واحد عشان اعمل له سيلكشن بالكنترول لاين بتاعي فيطلع. لو انا شغال شيفت ليفت يبقى هاخد الاوتبوت ده اوصله على الانبوت نمره زيرو بتاع المولتيبلكسر، استخدم زيرو على السيلكتور ده ياخد الاوتبوت ده يطلعه بره. طيب اي سؤال تاني؟ تعالوا نعمل سيكونس ديتكشن. فاكرين كانت المساله دي بتبقى سخيفه ازاي وطويله وفيها ستيب دايجرام كبير وحاجات كده؟ فاكرين السيكونس ديتكتور في المحاضره اللي فاتت؟ طيب عاوزين نعمل سيكونس ديتكتور يديتكت السيكونس 10110 ده الفيرست بيت وده اللاست. يعني لو جالي واحد وراها زيرو وراها واحد وراها واحد وراها زيرو، انا كنت عاوز اطلع الدائره تطلع لي واحد. كنا بنعمله بالستيت دايجرام، كنا بنقول هبدا من ستيت انيشال وبعدين يجي لي واحد وبعدين يجي لي زيرو وبعدين يجي لي واحدين ورا بعض وبعدين يجي لي زيرو، فهنا بطلع واحد. وفي الحالات اللي فاتت كلها كنت بطلع اصفار. فاكرين الكلام ده؟ وبعدين كنا بنمسك بقى عاوزين الست دايجرام نمسكه ونقعد نكمله. فكنا بنقول ات ايه، انا ما جاليش حاجه لسه وخرجت سهم اسمه واحد، فعاوز اشوف لو اخرج سهم اسمه زيرو هعمل ايه. لو جالي زيرو ينفع اخد الزيرو ده اكمل عليه حاجه عشان اكون السيكونس ده؟ ما بينفعش. اوكي نروح جايين مرجعينها تاني طالما ما بينفعش. طب ات بي، انا اوريدي عندي بي وصلت لان كان جالي واحد قبل كده. اوكي طيب لو جالي واحد كمان هعمل ايه؟ ينفع اخد حته من دول اكمل عليها اكون ده؟ هاخد الواحد دي واكمل عليها من بعد البي، يبقى هروح عند البي لو جالي واحد. الكلام ده قلناه المره اللي فاتت. طيب ات سي، انا وصلت للسي عن طريق ان جالي واحد زيرو، فانا اوريدي معايا واحد زيرو وبعدين جالي زيرو كمان، ينفع اخد جزء اكمل عليه يديني ده؟ ما ينفعش، خلاص مفيش حته اقدر اخدها واكمل عليها يديني ده، نرجع للاي تاني. ادي كان عندنا اوريدي واحد زيرو واحد، اوكي، وجيت عند دي جالي صفر، ينفع اخد حته اكمل عليها اكون بيها ده؟ ممكن ناخد الواحد والصفر، يبقى فاضل لنا الجزء ده، يبقى نروح عند السي. اوكي انا بعيدها تاني عشان بس ايه مراجعه للناس اللي جايز ما تكونش فاهمها من المره اللي فاتت. ات اي وصلت للبي عن طريق واحد زيرو واحد واحد. اوكي؟ وجالي بعديها واحد كمان. سيكونس باص، ينفع اخد حته منه واكمله تاني؟ ينفع اخد الواحد دي واكمل عليها، يبقى اكمل عليها من عند البي. يبقى نروح للبي. ده لو جالي هنا ايه؟ واحد. فاضل الاف ده ما خرجناش منها اسهم لسه، فممكن نشوف خرج منها ايه؟ ات اف. انا وصلت للاف ازاي؟ ده كان جالي واحد زيرو واحد واحد زيرو، السيكونس كان كامل خلاص. لو جالي بعديها زيرو كمان ينفع اكون سيكونس جديد؟ ما ينفعش، هاخد الزيرو دي ما ينفعش، هاخد الزيرو زيرو ما ينفعش، يبقى نخاف، يبقى نروح للاي لو جالي هنا زيرو. طب لو كان جالي واحد ينفع؟ جالي واحد، انا عندي ممكن اخد الواحد زيرو واحد اهي واكمل عليها بعد كده دي ودي، يبقى نروح للدي. كنا عملنا ستيت دايجرام وبعدين حولناه لستيت تيبل وبعدين عملنا ريدكشن ومشينا في الستيبس والكلام ده كله.
هقول لكم حاجه جميله جدا باستخدام الشيفت ريجستر. انا ممكن اعملها بمنتهى الهيافه. ادي هجيب شيفت ريجستر اوكي، وهندخل الستريم اوف بيتس ده على الانبوت بتاعه، هندخل ورا الواحد ورا الزيرو ورا الواحد ورا الواحد ورا الزيرو. هيحصل ايه؟ كل مره هيحصل لهم شيفت وهم داخلين اوكي. طيب هيخش الواحد الاول فيجي هنا، بعد شويه هيجي الزيرو فتلاقي الواحد ده اتزحزح ودخل ورا زيرو، وبعد شويه هيجي الواحد كمان دول اتزحزحوا بقى زيرو واحد هنا ودخل الواحد، وبعد كده هيتزحزحوا ويخش وراهم واحد كمان، وبعدين هيتزحزحوا ويخش وراهم زيرو. فلو ده الفيرست بيت وده اللاست بيت هيدخلوا شيفت ريجستر بهذا الشكل اوكي، بشرط طبعا ان الشيفت ريجستر يبقى 5 بيتس يعني على قد السيكونس بتاعي. تمام، اعرف ازاي ان السيكونس دخل في الشيفت ريجستر ولا لا؟ بمنتهى البساطه ادي الخمسه بيتس بتوعي، اوكي هاخد حاجه بالشكل ده وادخلهم على اند جيت. امتى الاند جيت بيطلع واحد؟ لو السيكونس موجود جوه الريجستر، لو مش موجود او اي سيكونس تاني جوه الريجستر موجود مش هتطلع لي واحد. دي طلعت لي واحد فقط لان كان في هنا زيرو اتقلبت، وكان في هنا واحد وواحد وزيرو اتقلبت واحد. فالشكل ده مش هيطلع لي واحد هنا الا لو البيتس دي موجوده جوه الريجستر. خلصت الدايره، هتطلع لي واحد لو السيكونس موجود، لو مش موجود مش هتطلع لي واحد. واضحه ولا نقولها تاني؟ طب نعملها بلاش بالشيفت رايت، تعالى نعملها بالشيفت ليفت عشان شايف ناس مش فاهماها. شيفت ليفت ادخل البيتس من الناحيه دي، جالي اول بيت الفيرست بيت كان بواحد دخل ولسه عندي صفار انيشالي كنت عامل له كلير فما كانش في حاجه، دخل لي الواحد الاولاني بعد شويه جه زيرو دخلتها برضه من الناحيه دي، هيحصل شيفت لكل الكلام ده والزيرو يدخل من جديد. كل ده هيحصل له شيفت، هيبقى المنظر عامل ازاي؟ الزيرو ده هيقع بره ماليش دعوه بيه خلاص، وفي هنا ثلاث اصفار والواحد هيجي هنا والزيرو الجديد دخل. اوكي؟ ونعمل شيفت ليفت كمان. ندخل الفاليو الجديده ونعمل شيفت ليفت كمان، فكل ده هيتزحزح. الزيرو ده هيطلع بره وهيجي لي صفرين واحد صفر. واللي دخل جديد هيجي لي هنا. الكلوك اللي بعديها هيكون الواحد ده وصل. فالموقف هيبقى عامل كده. كل ده هيحصل له شيفت وهيفضل لي 0 1 0 1 وهيخش لي الواحد الجديد. مع الكلوك اللي بعديها هيخش اخر 0 من بره. كل ده هيحصل له شيفت هيبقى عندي 1 0 1 1 ويخش لي 0 جديد. فاللي بيحصل ايه؟ ان في شيفت اهو بيحصل. بيخش لي فاليو جديده كل مره. اوكي؟ وبعدين حطيت الواحد حصل شيفت والواحد ده دخل جوه. وبعدين حطيت الواحد كمان حصل شيفت والواحد ده دخل جوه. وبعدين حطيت الزيرو لما يحصل شيفت هيجي ده كده وده هيجي كده وده هيجي كده وده هيجي كده والزيرو الجديد هيخش. بقى عندي سيكونس دخل جوه الريجستر بعد 5 كلوك سايكلز. فانا كل اللي بعمله هجيب شيفت الريجستر بالمنظر ده واخلي الانبوتس تخش سيريال من الناحيه دي ويحصل شيفت ليفت كل مره. وبعدين احنا عاوزين الباترن ده. ازاي ديتكت ان الباترن ده موجود؟ اند جيت بمنتهى البساطه. انا عاوز 1 0 1 1 0 فاوكي هاخد ده زي ما هو، ده هاخده نقلبه، ده زي ما هو، ده زي ما هو، ده نقلبه. لو تحققت هذه القيمه جوه الريجستر الاند جيت دي هتطلع لي واحد. كل ما يدخل بيتس والباترن ده يبقى متواجد هتلاقي دي مطلعه واحد ممكن تنور بيها ليد تعمل بيها اي حاجه. فدي طريقه سهله جدا لعمل السيكونس ديتكتور، مش محتاج اعمل كل الكلام ده. بس احنا عملناه عشان ما كناش لسه عارفين يعني ايه شيفت ريجستر. النهارده اتعلمنا شيفت ريجستر، فانا بدخل الانبوت سيريالي وتبقى يحصل لها شيفت لما الباترن يتكون عن طريق اند جيت مش بقدر ديتكت هو موجود ولا لا. تمام؟ سهلة؟
سكوير ستريت اهو. بعد كده دخلنا في واحد الاول دخل يبقى لو عملناها بشيفت ليفت ريجستر هتبقى باين قوي قدامنا ان الباتر تكون بعد 5 كلوك سايكلز دخلوا البيتس كلهم الاند جيت عملت ديتكشن دي. لو حصل اي بيتس جديده دخلت الباتر هيبوظ الاند جيت هتطفي هتطلع زيرو. اتكون تاني الشكل ده جوه الريجستر هتطلع واحد واحد. الانبوت هيخش بالشكل ده هيخش لك واحد وراها زيرو وراها واحدين وراها واحد كمان تمام وبعدين وراها زيرو. ادي الانبوت داخل بالشكل ده واحد صفر واحد واحد صفر مع الزمن اهو مع الزمن. في الاول دخل واحد وبعدين زيرو وبعدين واحد وبعدين واحد. الكلوك بتيجي بتكابتشر الواحد ده الكلوك اللي بعديها هتيجي هتكابتشر زيرو هتشوف كل اللي موجود وهكذا. ده الانبوت داخل سيريالي على السلك دي. ده انا هنا فرده مع التايم يعني ده ات 0 ده ات 1 ات 2 ات 3 ات 4 يعني دي تي 0 تي 0 كان في واحد ات 1 بقى المنظر عامل كده تي 2 بقى دي اللي موجوده تي 3 تي 4 يجي لك الكلوك الكلوك دي هتكابتشر الواحد ده وتدخله وتشوف كل اللي موجود وتعملي المنظر ده. اوكي؟ الكلوك الثانيه الايدج الثانيه هتكابتشر الزيرو هتدخله وهتشفت يبقى تعملي المنظر ده وهكذا. ليه ايه؟ لا مش سامعك معلش. اوكي. انت تعرف ان عاوز دايره تطلع لي واحد لما يبقى الشكل ده موجود. امتى الاند جيت بتطلع واحد؟ لو كل اللي داخل لها وحايد لو وصل لها وحايد كلهم هتطلع واحد صح؟ طب لو داخل لها انا عاوز اديتكت ان الزيرو ده موجود فبقلبه عشان يجي لها واحد تمام؟ اي باترن عاوز تعمله ديتكشن نفترض عندك دايره مثلا وعاوز تقول لما الدايره دي تطلع الرقم 13 عاوزها تنور 13 دي بالباينري ايه؟ 1101 عاوز الدايره تنور لو داخل لها 13 اعملها ازاي؟ ولا حاجه هاخد دي ودي انفرتد ودي ودي لو الباترن ده موجود هيخش لها وحايد هتنور اي باترن تاني اي رقم تاني عمرها ما يجي لها وحايد كلها هتروح جايه مكسوره. يبقى احنا عملنا سيكونس ديتكتور باستعمال الشيفت ريجستر بمنتهى السهوله. مجرد حطيت اند جيت واحده بتديتكت الشكل اللي انا عايزه والانبوتس بتدخل سيريال بس خلصت. طيب اي سؤال؟ تمام. ده احد الاستخدامات طبعا لها استخدامات كتيره قوي في الاستورج بتاع الداتا والكلام ده كله هتاخدوه ان شاء الله بقى في الترم الثاني باذن الله. احيانا بيبقى الريجستر بتاعي سيريال ان بارلل اوت. يعني ايه؟ يعني بتخش له الانبوت سيريال والاوت بتاخدها مره واحده. يبقى انا في اي لحظه اقدر اشوف كل المخزن جوه كام زي ما عملنا هنا بالظبط. انا دخلت الانبوت سيريال بس الاوتبوت خدتها ان بارلل علشان ادخلها على اند جيت. فممكن يبقى سيريال ان يعني الداتا بتخش سيريال بس انت
ما عندكش سلكه واحده في الخروج، ده انت عندك 8 او 5 او 7 سلوك على حسب عدد البيتس اللي انت تقدر تشوفهم في السيم تايم. ده بنسميه سيريال ان بارلل اوت. سيريال ان يعني الداتا داخله بالسيريال، وبتشوف الداتا كلها مره واحده يبقى بتشوفها ان بارلل. سيريال ان بارلل زي اللي احنا عملناه هنا في الريجستر بتاعنا ده، لما حبيت اعمل سيكونس ديتكتور انا دخلت له الداتا سيريال، لكن لما حبيت اخدها خدتها كلها مره واحده عشان ادخلها على الاند جيت، فده بارلل اوت بدك تاخد الداتا ان بارلل. اوكي كده ده كل ما يخص الريجسترز. في بقى هتشوفوا ان شاء الله في الترم اللي جاي ان ممكن يبقى الريجستر له انبوتس زياده، يعني احنا خدنا الداتا ممكن تبقى داخله بارلل ممكن تبقى داخل سيريال مش مشكله. دي الداتا ده ان وده اوت، ممكن يبقى عندنا انبوت اسمه كلير او ريسيت زي ما اتفقنا. ريسيت ساعات بيسموه كلير، ده اللي هو بيخلي كل الكونتينتس بتاعت الريجستر كلها اصفار. ممكن يبقى عندنا انبوت اسمه انيبل، الانيبل ده بيخلي الريجستر يا يشتغل يا ما يشتغلش. يعني ايه ما يشتغلش؟ يعني لا مش هيطلع زيرو، هيطلع ولا نفس القيمه القديمه، بيطلع فلوتنج بوينت. لو تفتكروا اتكلمنا عن حاجه زمان اسمها تراي ستيت بافر، فاكرينها؟ لو حطيت زيرو هنا كان بالظبط عندك سويتش مفتوح، فانت واخد ايه؟ مش واخد حاجه، انت واخد نويز، واخد هواء، مش واخد حاجه. تمام؟ او لو حطيت واحد هنا السويتش ده بيتقفل، فانت واخد اللي متخزن جوه فعلا. فالانيبل ده يا اما بيخلي الريجستر يطلع الداتا بتاعته او يخليه مش متوصل على حاجه خالص، خلي السلكه دي كانها ملهاش لازمه. اوكي؟ وفي حاجه اسمها انيبل عامه ممكن انها تشغلني. ممكن يبقى عندنا كمان احيانا بيحطوا انبوت اسمه انكريمنت. يعني ايه انكريمنت؟ يعني لو متخزن مثلا 5 والكلوك جت والانكريمنت كان بواحد، هتلاقي اللي اتخزن ده بقى 6. لو الكلوك جت تاني والانكريمنت لسه مرفوع هتلاقي بقت 7، لانه عمال يزود مع كل كلوك بيزود واحد على اللي موجود جوه. ففي انبوت اسمه انكريمنت ممكن يبقى موجود جوه. الامبلمنتيشن بتاعه لا ممكن من جوه يبقى اي حاجه. اي حاجه. انت ليك استخدامه، استخدامه انت شايف انبوتس واوت. الانبوتس دايما بعدد البيتس، لحد هو شغال جي كي. انت بتدخل انبوت واحد وهي جوه بتتوزع بطريقه ما بحيث ان الجي كي تشتغل ازادي. نفترض ده جي كي. في اثنين انبوتس هنا. السلكه الواحده اللي جايه من بره بتعمل ايه؟ بتخش هنا وانفرتد هنا. يبقى ده الجي وده الكي. فانت في النهايه شغلت الجي كي ازادي. انت مالكش دعوه من بره، بره عدد الانبوتس بيساوي عدد الفليب فلوب بغض النظر عن نوعه. نفس الحكاية، نفس التوصيلة بالظبط. الـ RS والـ GK لو وصلتها بالتوصيلة دي هتشتغل أزادية. فأنت في النهاية من بره مش شايف غير سلكة واحدة لكل فليب فلوب جوه بغض النظر عن نوعها ايه. طيب كده احنا اتكلمنا على ريجسترز. طيب نتكلم على حاجة تانية بقى اسمها الكاونترز. الكاونترز دي حتى موجودة عندكم في المشروع التاني. احنا كنا منزلين لكم مشروعين بتختاروا ما بينهم. احد المشروعات بتستخدموا فيها كاونتر. الكاونتر ده يعني ايه عداد؟ يعني ايه عداد؟ هو عباره عن دايره من جوه فيها شويه فليب فلوبس، هنشوف معموله ازاي دلوقتي. اوكي؟ نفترض ان هو 4 بيتس يبقى داخل له 4 انبوتس خارج منه 4 اوتبوتس. الانبوتس بتاعته سيبك منها دلوقتي مش مهمه، همسحها لان هتكلم عنها بعدين، انا يهمني الاوتبوت بتاعته. وطبعا داخل له كلوك اوكي، له سيجنال اسمها ريسيت او كلير زي الريجستر بالظبط بتصفره. فهو انيشيالي كان فيه اصفار. وبعدين حصل ايدج على الكلوك ده اسمه كاونتر يعني عداد، هيطلع لي
أربعة بيتس هتبقى 0001 لأنه عدى عدد. جت كلوك تانية كمان هيطلع لي 0010، كلوك تالتة هيطلع لي 0011، ويفضل يعد بالشكل ده مع كل كلوك اتش بيعد عدد بالظبط زي الانبوت اللي اسمه انكريمنت اللي قلنا عليه في الريجستر. تمام؟ طيب لو جت كلها وصل لواحد واحد واحد زيرو وبعدين واحد 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 وجت اتش كمان يعمل ايه؟ بيرجع يعد من الصفر تاني، يبدا تاني من اول اربع اصفار. تمام؟ يبقى هو بيعد من زيرو لحد الماكسيمم رينج بتاعه على حسب عدد البيتس الموجوده. وصل للماكسيمم رينج وجات له اتش جديده، بيرجع من اول الصفر ويعد من اول الاتش. ده بنسميه كاونتر. ممكن اخد بقى اللي خارج منه الاربعة بيتس دول ندخلهم مثلا على 7 سيجمنت ديكودر اللي هي بيبقى طالع منها 7 اوتبوتس تشغل بيها 7 سيجمنت ديسبلاي بتاعتك. فاكرين الكلام ده نستوه؟ وبالتالي طول ما العداد بيعد كل ما تدخل له ارجع كلوك انت هتشوف ال7 سيجمنت دي عماله تعد الارقام 1 2 3 4 5 6 لحد الرينج بتاعها ما يخلص وترجع من الصفر من اول البيت. تمام؟ طيب الانبوت هيبقى ايه؟ انت في البدايه خالص بتعمل ريسيت عشان تصفره، والا هيبدا من راندوم فاليو مش مشكله، هيبدا من اي فاليو هيبدا يعد من بعدها. الانبوت بتاع الكلوك ممكن يبقى عندك انبوت اسمه انيبل عشان يشغله او يخليه يقف، مش اكتر من كده. يبقى عندنا ممكن يبقى انبوت زياده كمان اسمه انيبل. الانيبل ده لو بواحد بيشتغل على الداتا، لو بصفر بيقف على اخر قيمه كان واقف عليها. يبقى الانيبل ده بيخلي العداد يا يعد يا ما يعدش. لو هيعد هيقعد يزيد مع كل كلوك ايدج، لو مش هيعد يبقى مثلا نفترض وصل للعدد من الخمسه هيفضل واقف على خمسه فوريفر حتى لو جات له كلوك ايدج. طالما الانيبل مش اكتر. العداد ده طبعا له استخدامات كثيره جدا. العداد ممكن او الكاونتر ممكن يبقى يعد اب او داون. في حاجه اسمها اب كاونتر او داون كاونتر. يعني ايه اب او داون؟ اب يعني بيعد 0 1 2 3 4 5. داون بيعد بالعكس، لو هو واقف عند 5 هيعد 4، اللي بعديها 3 و2 و1 و0. طب بعد الصفر يعمل ايه؟ يرجع للاربع وحيد تاني. فالكاونتر ممكن يبقى اب كاونتر، ممكن يبقى داون كاونتر. اوكي ممكن نلاقي اب موجود. انا بعت لكم في الديسكريبشن بتاع المشروع برضه لينك على حاجه اسمها تي تي ال داتا بوك، حد بص عليها؟ ده عباره عن كتاب بي دي اف فايل فيه كل انواع الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي بارقام التشيبس. لما تروح تشتريها مش هتقول الراجل عاوز كاونتر، مش هيفهم يعني ايه كاونتر. تقول له عاوز الاي سي نمره 74 مثلا 161، هيطلعها من الدرج ويديها لك، هو ما يعرفش هي ايه، بس انت عارف من الكتاب بتاع الدي تي ال ان 74 161 دي عباره عن كاونتر بمواصفات معينه. فالمفروض تبداوا تبصوا في الحاجات دي عشان تبقوا واخدين على شكلها. نعم؟ لسه ما خدتوش، انا بعت المعيدين من الاسبوع اللي فات. ما جاتكوش لسه والله؟ ما اتكلموش عليه خالص في المحاضره في السكاشن؟ طب انا هتشيك معاك. كنت منزل مشروعين وقلت لكم هتتقسموا جروبس، كل جروب مكونه من اربع افراد عشان يبقى زي مشاريع الالكترونكس، وهتختاروا يا المشروع الاولاني يا التاني اللي يعجبكم، مش هنفرض عليكم حاجه. نعم؟ في سيريال ان بارال اوت. الكاونتر هوريك من جوه شغال ازاي دلوقتي. هندخل جوه الكاونتر واوريك معمول ازاي. طيب الاول بس انا بفهمه من بره، يعني عارفين يعني ايه كاونتر؟ كاونتر يعني دايره بتعد، كل ما يجي لها كلوك ايدج الرقم اللي متخزن جوه بيزيد عليه واحد وهكذا. انواع الكاونتر ممكن قلنا تعد اب، وفي كاونتر بيعد داون. اوكي؟ تعالوا بقى ندخل جوه الفليب فلوب دي، جوه الصندوق ده، ونشوف معمول من ايه.
الكاونتر ممكن اعمله بالتفكير، مجرد ما نفكر كده مع بعض تفكير عالي شويه هتلاقي نفسك بتعرف تعمل الكاونتر، او ان انا هعمله عن طريق ارسم له ستيت دايجرام وبعدين احوله لدايجرام. اوكي، فتعالوا لو ناخد 3 بيت كاونتر هيبدا من ستيت معينه، تمام، نفترض بيطلع في الستيت دي كان مطلع فيها 3 اصفار وجاله الانيبل بواحد، يبقى هنا هكتب الانبوت بتاعي هو الانيبل. الترانزيشن من ستيت لستيت بيحصل ات ذا كلوك ايدج، بس كان الانيبل بواحد يبقى هيروح لستيت هيطلع فيها واحد، يبقى الدايره دي لها 3 اوتبوتس 1 انبوت. لو هو 3 بيت كاونتر، لو هو 3 بيت كاونتر يبقى له انبوت واحد اسمه انيبل و3 اوتبوتس لو هو 3 بيت كاونتر. وهو واقف عند الستيت دي جاله الكلوك وكان الانيبل بواحد برضه، هيروح لستيت ثانيه بيعد 2 وبعدين هيروح لستيت ثالثه يعد 3. ستيت رابعه يعد 4 وبعدين ستيت كمان يعد 5 وبعدين ستيت كمان يعد 6 وبعدين ستيت كمان يعد 7 وبعدين الستيت الاخيره يعد 0. عملنا الستيت دايجرام بس لسه ما خلصش. طب لو لوك جت وكان الانيبل بصفر هيفضل في نفس الستيت، هنا هيفضل في نفس الستيت ويطلع اصفار برضه، هنا هيفضل في نفس الستيت ويطلع وحايد، نفس الستيت ويطلع 2. دي الستيت دايجرام بتاع الكاونتر. يبقى الستيت دايجرام بتاع الكاونتر شكلها كده، يبقى هو دايره لها انبوت وحيد وثلاثه اوتبوت، يعني في النهايه هيبقى في شويه لوجيك وفي شويه فليب فلوبس. كام ستيت عندي؟ كام؟ 8 ستيتس. يبقى لو عملنا لهم ديكودنج محتاجين 3 بيتس، يبقى الدايره دي هيبقى فيها 3 فليب فلوبس لو جينا نعملها، تمام؟ لها انبوت وحيد ده اسمه انيبل، ولها 3 اوتبوتس اللي احنا المفروض نحسبهم، ولها 3 فليب فلوبس بيتغذوا من الدايره دي. اوكي، وطبعا دي لها كلوك. فلو بصينا على من بره هلاقي ان انا مش شايف غير الانيبل والكلوك والثلاثه اوتبوتس اللي طالعين. اوكي، من جوه طبعا فيها فليب فلوبس وفيها لوجيك وفيها حاجات. ونمشي بقى في الطريقه بتاعه الديزاين بال ستيت تيبل ومش عارف ريدكشن، مش هنلاقي ريدكشن، مش هيحصل، مش هنلاقي في الحاله دي. هنعمل الاوتبوت ايكويشنز اللي هم في الحاله دي 3 اوتبوتس، وهنعمل الستيت ايكويشنز اللي هم 3 ايكويشنز، وهنظبط اللوجيك ده. يبقى كده الكاونتر بتاعنا دي طريقة سيستماتيك. طيب عاوزين نفكر بقى تفكير ارقى شويه من كده، تمام؟ ازاي نفكر تفكير ارقى؟ تعالوا نشوف الكاونتر بيشتغل ازاي. فاهمين؟ لو كملنا دي هتطلع لي دايره كاونتر وشغاله ومفيش اي مشاكل. عاوزين نفكر بطريقه مختلفه علشان نسهل على نفسنا الحياه شويه. تعالوا نشوف الكاونتر بيعمل ايه. الكاونتر لو هو 3 بيتس مثلا بيعد 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 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
في الكلام اللي احنا كاتبينه ده ونشوف ايه اللي بيحصل. لو تأملنا في هذا الكلام هلاقي ان البيت الاولاني بيتغير كل مره. اوكي؟
البيت الاولاني بيتغير امتى؟ لو جت بلوك ايدج بيتغير، يعني هو صفر وجاله بلوك ايدج هيبقى واحد، جاله بلوك ايدج ثاني هيبقى زيرو، فكل مره عمال يتشينج من زيرو لواحد. اوكي؟ طيب لو عاوز اعمل دايره تطلع لي البيت الاولاني بس، هعملها ازاي؟ مين الفليب فلوب اللي لو جالها كلوك ايدج وفي شرط معين اتحقق تقعد تقلب ما بين الزيرو والواحد؟ التي، في حاجه اسمها تي فليب فلوب. يبقى لو جبت تي فليب فلوب ودخلت على الانبوت بتاعها تي ده، دخلت عليه واحد، وادي الايدج بتاعت البلوك، الاوتبوت اللي هنا هيطلع شكله عامل ازاي؟ لو هي انيشال اللي فيها زيرو وجالها ايدج، التي انا مثبته على الواحد يبقى هتوب هتبقى واحد، جي ايدج كمان تبقى زيرو، جي ايدج كمان تبقى واحد، هي عماله تتوب طول الوقت، عماله تطلع لي زيرو ورا واحد ورا زيرو ورا واحد واحد واحد. فاحنا عملنا البيت الاولاني باستعمال تي في الفلوب فقط، وثبتنا الانبوت تي على واحد. اوكي؟ في اي حد مش فاهم اول بيت عملناه ازاي؟ اوكي؟ طيب البيت الثاني امتى بيتغير من زيرو لواحد؟ لو كان اللي قبليه اللي على يمينه جنب واحد، هنا ما تغيرش لكن هنا تغير. اوكي؟ يبقى هبص على البيت ده يوم ما يبقى بواحد هيؤدي الى ان ده يتغير. اوكي؟ يوم ما يبقى ده بواحد هيؤدي الى ان يحصل توجل. لو بزيرو ما حصلش توجل، الزيرو فضل زيرو. لكن لما ده بقى واحد، المره الجايه حصل توجل، الزيرو قلبت واحد. يبقى البيت الثاني بيتوجل لو كان اللي قبليه بواحد. يبقى نعمله ازاي؟ بسيطه جدا. هاخد اللي قبليه اوصله على التي ده. يبقى لو كان بادئ بزيرو مش هيتوجل الا لو في يوم من الايام كان في واحد داخل له هنا اللي هي خارجه من هنا. قبل ما نكمل تعالوا نفكر مع بعض، نتفرج على اللي خارج وايه نحلله مع بعض. اوكي؟ ادي دلوقتي عندي تو بيتس، تعالوا نمشي وراهم نعمل سيناريو كده سيميليشن ونشوف بيحصل ايه. انيشالي كنت مصفر فكنت حاطط هنا صفر وصفر. اوكي؟ في البدايه خالص كان في صفار جوه الفليب فلوب، فانا واخد من هنا صفر وصفر. اوكي؟ جت بلوك ايدج، حصل لي ايدج هنا، هشوف ايه؟ كل واحد هيشوف كان في ايه على التي لحظه الايدج ويتصرف. لحظه الايدج دي ما جت، ده كان شايف كام؟ شايف كام على الانبوت؟ واحد. يبقى هيتوجل ولا مش هيتوجل؟ هيتوجل، يبقى الزيرو دي هتتشتب وهتبقى واحد كمان شويه. اوكي؟ ده لحظه حدوث الايدج شايف كام؟ شايف اللي جاي له من هنا اللي هو كان صفر. صفر على التي مش هتعمل لي حاجه، يبقى دي هتبقى صفر. اوكي؟ يبقى الزيرو والزيرو اللي كانوا موجودين هيبقوا زيرو وواحد وهيتخزنوا جوه خلاص. نشوف مع الايدج الجديد هيحصل ايه. مع الايدج الجديد ده شايف كام على الانبوت بتاعه؟ واحد، فهيتوجل هيبقى صفر. ده شايف كام على الانبوت لحظه حدوث الايدج؟ شايف الواحد، فهيتوجل هو كمان هيبقى واحد. فهتلاقي ده بنطلع واحد صفر ويتخزنوا جواه. في هذا الموقف جالي ايدج جديد، دي شايفه واحد على طول فهتوجل فهتطلع لي واحد، ودي شايفه اللي جاي من هناك اللي هو كان زيرو اصلا فمش هيحصل لها حاجه، هتفضل واحد زي ما هي. يبقى الوضع الجديد بقى عندي واحد واحد، يطلع لي بره واحد واحد. الواحد واحد موجوده خلاص، انا وصلت الماكسيمم بتاعي، نشوف هيحصل ايه بعد كده. حصل ايدج جديد، دي شايفه على طول واحد فواحد دي هتبقى صفر، ودي شايفه اللي جاي لها من الفليب فلوب ده اللي هو كان واحد، واحد على التي هنا هي توجل هيبقى ترجع صفر كمان. يبقى بعد الواحد واحد هيرجع صفر صفر، وتتكرر العمليه دي على طول. يبقى احنا كده عملنا عداد بيعد تو بيتس، البيت الاولانيه بتتغير كل مره، البيت الثانيه بتتغير لما يبقى اللي على يمينها بواحد. طب تعالوا اكستند بقى، عاوز ثلاثه بيتس. امتى دي بتتغير؟ هل لما تبقى اللي قبليها بس بواحد؟ لا، انت اتغيرت هنا.
لما يبقوا الاثنين اللي قبلها بوحيد، لما يتحقق الشرط ان الاثنين دول بوحيد دي بالتوجل. لما يتحقق الشرط ان الاثنين دول بوحيد دي بالتوجل، فلازم الاثنين اللي قبلها يبقوا بوحيد. فلو حبينا نزود بي الثالث هالتوجل لما يبقى الاثنين اللي قبلها بوحيد، يعني الاثنين اللي قبلها بوحيد، يعني هاخد الاوتبوت ده مع الاوتبوت الثاني اللي هو ده وندخلهم على اند جيت. لو هما الاثنين بوحيد هيديني واحد هنا يخلي ده يتوجل في الفاليو بتاعته. يبقى احنا عملنا دلوقتي الدايره بتاعه 3 بيت فليب فلوب 3 بيت كاونتر باستخدام 3 تي فليب فلوبس بطريقه سيستماتيك سهله قوي. اوكي، ده اب ولا داون كاونتر؟ اب، يعد لفوق هو 0 1 2 3. طيب لو عايزين نعمل كاونتر داون، تعال نشوف الداون بيعد ازاي. كان 3 وحايد بقى 6 بقى 5 بقى 4 بقى 3 بقى 2 بقى 1 بقى 0 وبعد الصفر بيرجع 1 تاني ويكمل 1. ايه اللي بيحصل؟ البيت الاولانيه بتتغير كل مره، ما فيهاش مشاكل، كل مره عماله بتتغير 1 0 1 0 1 0. فهنعملها زي ما عملنا دي. البيت الثانيه بتتغير امتى؟ لما يبقى اللي قبلها 0. لما دي بقت 0 الواحد دي انتقلت بقت 0. لما دي بقت 0 الزيرو دي بقت 1، فده بيتوجل لما اللي على يمينه بيبقى في صفر. فلو حبينا نعمل داون كاونتر تعالوا نعمله نرسمه فوقيه ونشوف هيبقى عامل ازاي. البيت الاولانيه ما فيهاش جدال بتتغير كل مره. اوكي، البيت الاولانيه بتتغير كل بيت، كل عده، كل كلوك ايدج عماله تتغير ما بين دي واحد للدي. الثانيه بتتغير لما يبقى اللي قبلها بصفر. شايفين اهو لما يبقى اللي قبلها بصفر، فين احنا فين هنا، لما يبقى اللي قبلها بصفر بتتغير. كانت وحايد وماسكه على الواحد، اول ما دي صفر المره اللي بعديها بقت صفر، يبقى حصل توجل لما كان اللي قبلها بصفر. هنعمل ايه؟ هنشوف لما يبقى اللي قبلها بصفر نخلي دي التوجل. يبقى لما يبقى دي بصفر يبقى ناخد دي نعمل لها انفرتر هنا، يبقى دي هتوجل مره. لما يجي ايدج واللي قبلها يبقى زيرو هتعمل لها توجل. طيب البيت الثالثه بتوجل امتى؟ لما يبقى الاثنين اللي قبلها بصفر. اوكي؟ لما كان الاثنين اللي قبلها بصفر انتقلت من واحد لصفر، وفضلت ماسكه على الصفر لحد ما الاثنين دول بقوا بصفر بقى قلبت واحد. يبقى لما الاثنين اللي قبلها بزيرو يبقى هنعمل حاجه زي دي. هناخد الاوتبوت اللي خارج من هنا مع الاوتبوت اللي خارج من الاولانيه ندخلهم نعمل لهم انفرتر وندخلهم على اند جيت. يبقى اللي احنا رسمينه فوق ده داون كاونت بيعد بالمقلوب، واللي تحت ده اب كاونت. السؤال الذي يطرح نفسه، ينفع نعمل كاونتر واحد يشتغل اب او داون ونتحكم فيه بكنترول سيجنال؟ ينفع. ازاي؟ انا ما اختلفش، اختار يا اما اللي داخل هنا هاخده مقلوب او هاخده معدول، يا اما اللي داخل على الاند جيت هاخده مقلوب او هاخده معدول. طالما قلت يا اما مالتبلكس تمام، يبقى هسلكت دي دايما داخل لها واحد، مش فارقه الحل ده زي الحل ده، داخل لها واحد على طول مش هتتغير، ولكن ده هيخش له عن طريق مالتبلكس. يا اما هيختار اللي قبله زي ما هو او اللي قبله مقلوب. اوكي، يبقى نحط هنا مالتي بلكسر. يا اما هتاخد اللي جاي من هنا زي ما هو او هتاخده مقلوب. طالما قلت هو مقلوب ممكن طبعا في حل كان ممكن بالاكس اور وممكن حل بالمالتي بلكسر اللي يعجبكم نعمله بالاكس اور.
لو الكنترول بواحد السيجنال دي بتعدي ازاي الناحية التانية؟ مقلوبة ولا زي ما هي؟ مقلوبة. يبقى لو الكنترول بواحد دي هتعدي مقلوبة، لو الكنترول بزيرو دي هتعدي زي ما هي. وبالتالي هنعمل كده. يبقى بمعنى لو الكنترول بواحد بنعد داون، لو الكنترول بزيرو بنعد اب. تمام؟ طيب هنا هعمل ايه بقى؟ يعني اما باخد الاثنين اللي قبلها زي ما هما وادخلهم على اند جيت، او اخدهم مقلوبين وادخلهم على اند جيت. يبقى برضه اكس او احط اثنين اكس او هنا. يا اما باخد دي زي ما هي اما باخد دي برضو زي ما هي، اوكي. يا اما باخدهم مقلوبين، مين اللي بيتحكم فيها؟ الكنترول سيجنال. ندخلهم على اند جيت تاني. نمشي مع بعض كده عشان نتاكد ان احنا فاهمين صح. هنا عندي كنترول سيجنال لو بواحد بيحصل ايه؟ الواحد دي هتجي لي هنا هتطلع لي دي مقلوبه، اوكي. يبقى هنا هتطلع لي دي مقلوبه، ولو الواحد دي جت على الاكس اورز دي هتطلع لي اللي هناك مقلوبه ودي مقلوبه. يبقى شغاله داون كاونتر. لو الكنترول بصفر الاكس اور دي كانها كلها مش موجوده، وبالتالي هتطلع لي الاوتبوت اب كاونتر. ممكن نختصر شويه في الدائره دي لو حد اختصرها لي يبقى كويس. في جيت زياده ممكن نشوفها. اوريدي الاوتبوت اللي جاي من هنا مدخله على اكس اور وكنترول، يا بيدخل مقلوب يا معلوم. طب ما اخد دي ادخلها على طول على الاند جيت بدون الحاجه الاكس اور الثانيه. اوكي نمسح مش لازمه هنا نصف الرسمة شوية. تعالوا نبص تانية عشان نتأكد احنا شغالين صح. نمشي مع بعض كده. لو الكنترول بزيرو يبقى وجود الاكس اورز دي من عدم مش تعمل حاجة، لأن السيجنال تخلالها هتعدي الناحية التانية زي ما هي مش أي فرق. يبقى دي داخل لها واحدة على طول، أوكي شغالة صح.
دي هيبقى داخل لها السيجنال بتاعت اللي قبليها يبقى شغاله اب كاونتر، ودي هيبقى داخل لها الاند بتاع السيجنال اللي قبليها واللي قبليها كمان يبقى شغاله اب كاونتر. لو في يوم من الايام قلبت الكنترول ده خليته واحد يبقى دي هتشتغل از انفرتر، هتقلب لي اللي جاي من هنا تمام يبقى انفرتر، ودي شغاله انفرتر هتقلب لي اللي جاي من هنا برده دي اوريدي كانت مقلوبه يبقى دي دايره واحده بتشتغل اب او داون على حسب ما انا بتحكم في الكنترول سيجنال. لو رسمناها كبلوك دايجرام من غير دخول في التفاصيل اللي جوه دي كلها انا هلاقي عندي بلوك وحيد بيطلع لي الثلاثه بيتس اللي انا باخد العدة من عليهم، وعندي كنترول سيجنال اسمها كلوك اللي هي هنا، وعندي الكنترول اللي بيتحكم فيه بيعد اب ولا داون. اوكي هتلاقوه في الكتب ما بيسموهوش كنترول بيسموه اب سلاش داون، وعشان يعرفك مين فيهم اللي شغال اب ومين اللي شغال داون هيحط لك بار على الاب، معناها لو حطيت صفر على الخط ده هيشتغل اب داون، لو حطيت واحد هيشتغل داون. تبقى مكتوبه كده يعني ده هيبقى اكتف اب لو انت حاطط عليه زيرو، اكتف داون لو انت حاطط عليه واحد. يعني وصلت الداتا شيت كتير بتاع اي كاونتر هتلاقي اللي بيتحكم في الاتجاه العرضي بيبقى مسمى بالاسمين مع بعض ومحطوط بينهم سلاش واحده منهم عليها بار، اللي عليها بار بتبقى اكتف لو انت حاطط زيرو، اللي ما عليهاش بار بتبقى اكتف لو انت حاطط فده الكاونتر ده ممكن تستعمله استخدامات كتيره جدا زي ما قلت لكم، ممكن مثلا تعملوا بيه تايمر، ممكن تايمر مثلا يعد بيبدا من عند السبعه وبعدين يعد داون 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 داون، اول ما يوصل زيرو يبقى انت حاطط جيت هنا اند جيت بتطلع واحد، لو ده وصل زيرو خلاص الالارم بقى يشتغل اي حاجه تحصل وانس اللي معاك واحد تعمل بيها اللي انت عايزه. عندي دلوقتي مشكله صغيره، لو احنا عندنا الكاونتر هيعد من 0 ل 15 ولا هيعد من 0 ل 10 ولا هيعد من 0 ل 100؟ ففي نوعين من الكاونتر، في حاجه بنسميها الباينري كاونتر الباينري كاونتر ده بيعد الفول رينج بتاعه، يعني هو 4 بيتس هيعد من 0 ل 15، لو هو 3 بيتس هيعد من 0 ل 7 فده بيعد الفول رينج، يعني لو هو 4 بيتس هيعد من 0 ل 15 وبعدين يقلب ويرجع 0 تاني. وفي حاجه بنسميها ديكيت كاونتر. الديكيت كاونتر ده بيعد لحد 10 بس. يعني حتى لو هو 4 بيتس وعنده القدره انه يوصل لحد 15 ما بيوصلش ل 15، هو بيعد من 0 ل 9 ويقلب. لان ده مناسب اكتر لاستخداماتنا، احنا استخداماتنا لو بنعمل عدد ثواني ولا بتاع او بيعد من 0 ل 9. يبقى ده بيعد بس بنسميه ديسيمال هنا. طيب بيزودوا اوتبوت زياده على الكاونتر ده بنسميه الريبل كاري. يبقى لو بصيت على الكاونتر تاني هلاقي له الاربعه اوتبوتس اللي خارجين منه ولوج الكلوك ولوج دايركشن اللي هو اب ولا داون ولوج لو اب كمان بنسميه الريبل كان. طب ده بيعد من 0 لحد 9 اوكي، اول ما يقلب من 9 ل 0 تاني يعني هيبدا من اول وجديد بيطلع لي بلس على الليفل الثالث، بيطلع لي بلس بالشكل عشان يعرفك انه وصل للفول رينج بتاعه ورجع تاني من اول الصفر. اوكي يا ترى استخدام الليفل كاري ده في ايه؟ اقدر استخدمه في حاجه؟ تحطي ديجيت كمان، تعالوا نشوفهم مع بعض بقى نفس الكلام ده كله، نشوف الليفل كاري ده استخدمه. لو انا عاوز اعد من 0 ل 99 هعمل ايه؟
two separate segment displays, no? الأولانية هتعدي من 0 تسعة، مفيش مشاكل، ممكن أوصلها على كاونتر وسيبل سيجمنت ديكودر، فهتخليها تعدي من 0 تسعة. يبقى لو أحط هنا سيبل سيجمنت ديكودر وبعد كده كاونتر بي برايفت يطلع لي 4 بيتس ويشغلوا لي دي. الكاونتر هيقعد يعد 0 1 2 3 4 5 6 ودي هتنور لي 0 1 2 3 لحد ما توصل 9. بعد ما توصل 9 دي بقت صفر تاني. اوكي؟ طيب عامة لما بيبقى عندك عدد 2 ديجيتس دي توصل صفر دي بتعمل ايه؟ كده عدى عدى زيادة. في لازم نحط كاونتر جديد هنا. وأحط هنا 7 سيجمنت ديكودر جديد. ده عمال يعد مع كل كلوك ايدج. كل بلوك اتش عمال يعني 0 1 2 3 4 ده بيعد امتى على لما ده يوصل 9 ويقلب 0 في اول مين السيجنال اللي هنا اللي عرفني انه وصل 9 ريبل كاري هاخد الريبل كاري دي وادخلها على البلوك انبوت بتاعي ده اوكي هما بادئين من الحاله 0 0 الكلوك عماله تشتغل الريبل كاري ما بيطلعش فدي مش داخل لها حاجه فمش هتعد تفضل ثابته على 0 طول الوقت وده عمال يعد 1 2 3 لحد ما ده يوصل 9 وده لسه 0 لما ده يقلب من 9 ل 0 الريبل كاري بيطلع يديني ايدج على الانبوت ده تروح جاي لي عدى عدى واحده وتفضل واقفه عليه ده هيعد تاني 1 2 3 زي ما 11 12 13 اوكي لحد ما ده يوصل 9 وصلنا للحاله بتاعت 1 8 واحد تسعة التسعة دي قلبت زيرو يطلع لي ريبل كاري جديد يخش هنا يعمل لي اف دي بقت اثنين ممكن اعمل اي عدد من الديجيتس اللي انا عارفه اول واحدة على اليمين بيخش لها كلوك عشان تعد على طول دي بتعد عدة واحدة كل ما دي توصل من تسعة وتقلب زيرو لو عاوز احط الديجيت الثالث نفس الحكاية هاخد الريبل كاري بتاع ده اوصله على الكاونتر على الكلوك انبوت بتاع الكاونتر الثاني من صغر تمام؟ جميل احنا عندنا عرفنا ايه كاونتر عرفنا ايه ريبل كاري وهذا لو الثلاثة اند جيتس دول مطلعين وحال معناها وصلت للشكل اللي انا عايزه 23 يبقى اقل دي تطلع لي واحد تنور لي ده تضرب الارم انا فاهم ايه احنا دلوقتي شفنا ازاي تديتكت اي باترن في الدنيا عن طريق انك تشوف الباترن شكله عامل ازاي وتظبط له الاند جيت اللي بتعمله ديتكشن اوكي الكاونتر شفنا ازاي بنقدم من 0 9 ازاي نخليهم 2 ديجيتس ما يخليهمش 2 ديجيتس زي ما انت عارف تاخد الليبل كاري بتاع الكاونتر اللي بعد يمين توصله على الكلوك انبوت بتاع الكاونتر اللي بعده وهكذا تمام؟ طيب يبقى احنا كده خلصنا الريجستر خلصنا الكاونتر والشغل بتاع في المشروع احنا نخلي المعلمين يتكلموا على طول النهارده خير معاك اوريدي بس يا مش معاك ينزلوا لكم النهارده بحيث تبداوا تبصوا على المشروع فيه ايه وان شاء الله احنا اتفقنا نسلمه في اول اسبوع بعد أول أسبوع من الدبل بعد ما جبتها
ده قبل الامتحان. طب المحاضره الجايه ان شاء الله هنشوف الميموريز، يعني ايه ميموري ومكونه ازاي من جوه وازاي بنستخدمها، ده هيخدمكم برضه في الكورس بتاع الترم ان شاء الله. اي اسئله؟